فمادلين أولبرايت أدخلت العراق، غزا صدام الكويت، قالت وقع الفأر في المصيدة. كلمتها المشهورة، هم اللي نصبوا المصيدة، هم اللي نصبوا المصيدة. قالت وقع الفأر في المصيدة. فهذا هم الذي أرادوه بأن يضربوا العراق ليكسروا شوكة الجيش العراقي في وقتها. بعدما فعلوه بإيران، يعني إيران المساحة الكبيرة والعراق المساحة الصغيرة، استطاعت أن تنتصر على وتدخل المدن الإيرانية، جيش العراق يدخل المدن الإيرانية. بعد ذلك كما قلت لك أنه مسألة إنهاء صدام حسين. كيف يتم إنهاء صدام حسين؟ اختلقوا مسألة داعش وتنظيم القاعدة ومصعب الزرقاوي في بادئ الأمر. عندما جاء داعش، انظري الجولان، منطقة الجولان في سوريا أليست فيها إسرائيل؟ لماذا لا تذهب داعش وتقاتل إسرائيل كما يدعون ويقولون نحن في كاريكاتير جميل جدا، يسألون أبو بكر البغدادي لماذا لا تقاتل إسرائيل؟ قال سأقاتل العرب وأقضي عليهم ثم ألتف عندما يصبحون مسلمين ألتف عليهم. بما معناها أنه أذبح المسلم وبعدين. فلذلك هذه المسألة وهذا التخطيط من أمريكا، إيران كانت تأخذ موقف المتفرج. هذه خطط إيرانية خبيثة من زمان، من زمان تقف موقف المتفرج. ماذا سيحصل؟ دخلت أمريكا، احتلت العراق ليفعلوا ما يفعلوا في العراق، ثم نأخذ الصافي لنا. فدخلت قاسم سليماني ودخلت إيران بحجة العقيدة وبحجة المذهب الشيعي وبحجة أنه كذا وكذا وكذا.